يا رب تفتح لي الانسي دادو وهي لابسه التنوره السوداء والقميص الاورانج. يا رب يا رب. لا يا ربي مو هي مو انت ما بدي. ايش بك ابني؟ اكسكيوز مي يمكن سوري انا مخربط بالعنوان شوي. بيت مين بدك؟ اني حضرتك امه للاستاذ اودري؟ لا انا امه لسميحه. امه للآن سميحه يا ميد اهلين وسهلين شرفتينا وانستينا ونورتينا وعطيتينا طبتينا ومجدتينا. انا ايام صاحب صب السوبر ماركت تبع ابو سعيد. طمنيني كيف الان سميحه؟ ان شاء الله طلعت من السجن. شو؟ حبس؟ ايش عم تقول انت؟ لك فهموني ايش عم بيصير؟ نور لمنى فهموني ايش شو عم بيصير معك؟ ايهاب انت شو عم بيصير معك؟ شو عم بيصير؟ يعني كل مرة فيلم جديد؟ لك بس فهموني ايش عم بيصير معكم؟ ايش شو حبس وما حبس؟ طنط فريدة الله يخليكي طولي بالك لا تردي عليه، هذا واحد مجنون مخرف عم بكير. كوكو الله يسامحك يا انسي لمنى، انا مخرف حبيبي ايهاب فوت شوي عاوزينك. ايه عاوزينك تعال قلنا. لحظة انا عم بشوف النظارات بس طولي بالك على النظارات. يا مسكين هالشب يا طنط، عنده انفصام بالشخصية واكتئاب وفوقه طفولة متأخرة. يا حرام يا حرام شوفي شو بيبي. شو يعني طفولة متأخرة؟ يعني بيتصرف مثل الولد الصغير كأنه عمره 3 سنين. رح بتصرفاته شوفي. حبيبي انت شو اسمك؟ يوم الشاطي. انت شاطر حبيبي بالمدرسة؟ انا اشطر واحد بالمدرسة اصلا. امبارح الانسي نضال عطتني مرحة. برافو ايهومي حبيبي يا شطور انت. غني لنا طنط فريدة غنية. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة مع شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك 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 واك. انا طرزان انا كركدن. يا لطيف الله هذا بخوف. هذا لايشو؟ خلي رولك بنتي خلي روح. ايهومي حبيبي امشي اخذك لعند ماما. امشي حبيبي. ما بدي ماما بالسجن الله يوفقك ماما. يلا روحي عند ماما. ما بدي انت ما بحبك ما بحبك بس ولا لبوني.